تمثل التربة الصقيعية في القطب الشمالي وسيبيريا 25% من الأراضي التي ظهرت في نصف الأرض الشمالي، واحترار هذه البقعة هو بمثابة قنبلة مناخية مجهولة الآثار. فارتفاع الحرارة في هذه الأراضي المتجمدة منذ عشرات آلاف السنين كان أسرع من متوسط ارتفاع الحرارة على سطح الأرض، وبحلول العام 2100 قد يختفي ما نسبته 90% من التربة الصقيعية. إلا أن ذوبان هذه التربة يحرر كمية من غازات الدفيئة، إذ يقدر أن التربة الصقيعية تحتوي على 1700 مليار طن من الكربون، أي مرتين أكثر من الجو. وكلما تزايد احترار التربة الصقيعية زاد حجم انبعاثات الكربون والميثان في الهواء. ومع احترار التربة ستجد النباتات الأرض المثالية للنمو وستساهم بتسريع عملية الذوبان. تجدر الإشارة إلى أن ذوبان التربة الجليدية يثير قلقاً حول ثبات المنازل ومدارج هبوط الإسكيمو الكنديين وأنابيب النفط والبنى التحتية الصناعية في المنطقة، والتي أنشئت على أساس تربة جليدية دائمة الوجود.